اليوم بنيتشر اكيد معي مارك بيروتي. بدنا نذكر اول شيء بمسابقه الاوربن فارمينج، كنا عم نطلب منكم من هالاسابيع يلي قطعوا انه تبعتوا لنا صور على فيسبوك اذا عاملين بوتاجي صغير، ان كان على البلكون او حتى جنينه او حتى يمكن بكعب البنايه بين البنايات، لقيتوا هيك منطقه صغيره وحبيتوا انه تزرعوا فيها، فنحن بدنا صوركم تبعتون على الفيسبوك، وكل سبت تقريبا رح نشارك معكم هالصور يلي عم يوصلوا لنا. بونجور مارك. وين صرنا بالصور؟ بلش يجينا اشخاص، انا لليوم نقيت بس شخصين، ونحن مثل ما قلت اوربن فارمينج عاده هو بس زراعه مثل بوتاجيه يعني خس وبندوره وهيك، بس نحن حبينا بالكومبيتيشن كمان نضوي على حيال نبات زهور. مزبوط، انه مهم انه نكون عم نخبر زراعه ككل 100%، فبس بالمدن رح نضل انه بالمدن. فعندنا شخصين رح نفرج اليوم شو بعثوا لنا، كثير بعيد عن بعض يعني اكيد، والهدف انه نحن نضوي على هالاشخاص ونعدي اشخاص ثانيين كمان يقلدوهم ليكون عندنا مناطق اكثر خضراء، يكون عندنا اكثر اكسجين حلو. هذا الهدف منا اوربن فارمينج. رح بلش انا بالصور، رح بلش بالاول عن مدام جوزيفين سيار يلي انا وياك كنا عم نتفرج قبل، خبرتنا كيف تعمل. اسم الله شو غنيه المنطقه عندها. صح، فهي بالديكوينة عايشة. هذا بالكون رح فرجي كتير صور، بعتت لي كتير صور نقيت منهم يعني شي 20 صورة. الفكرة أنه كتير من هالبلانتات هي بتجيبهم ما بيكونوا بصحة جيدة، بتهتم فيهم بتكبرهم، إيدها خضرة أكيد يعني مبين واضح. فرح فرجي الصور هيك نتفرج على البالكون عندها. واو. شوي فعندها كتير أوركيدز، مش قليل عندها كتير. هلا مش بس أودور يعني، هذا البالكون إذا ملاحظة في كذا بالكون هون، هلا اندور حتى كمان عم نشوف كيف البلانتات كلهم ان فيري جود شيب يعني. حلو حلو كثير اكيد. فهون بعدنا عم نطلع على الصور عندها. هون السر شو الضوء؟ انا بتصور العنايه. العنايه. نفهم السقايه المضبوطه، كيف نعرف كل نبته شو احتياجاتها كمان. اكيد انه نعرف يعني هن هيدي الاساس المهمه، نعرف كل بلانت شو بدها. الهواء يعني كمان لازم يقطع هواء، كثير ناس بينسوا عامل الهواء. بين انه بيتها منور أكيد. كمان. ليك الكاميليا مثلا، ليك هون البونزاي. حتى مثلا هون عم نطلع على كثير من الاوركيد يعني كيف مزهرين. فايه مثل ما عم بتقول، اول عامل كثير مهم هو العنايه، وكل يوم يعني كانت كتبت لنا بالقصه انه هي كل يوم تقطع شوي بتهتم فيهم، تحط ايدها فيهم. فهيدي الفكره، ومنه شيء كثير صعب يعني. اللي بحب وبيعطيهم وقت هن البلانتات، دائما الطبيعه كثير غنيه يعني دغري بتعطيك النتيجه. حلو. سو هون كنا شفنا اول شخص، ثاني شخص ايدي. ايدي هلا بعث لنا بس الصوره، انا طلبت منه يرجع يبعث لنا، بس حبيت الفكره من عن ايدي. فوق في عندنا اجابونتس وعنده الوي، وتحت عندنا بيبر. الفكره منه انه هو بيزرع بالفيرمي كومبوستنج، وهذا الشيء كثير مهم، عشان هيك طلبت منه يبعث لنا الصور. الفيرمي كومبوستنج هي تكنيك جديده بلبنان يعني، شوي عم نشوفها اكثر، يلي هو انه الاكل تبعنا بنحطه على البلكون، بنعطيه لنوع من الدود، بس ما في ما لازم نعطي لهم يعني، ولا بنشوفهم ولا بنشم ريحه ولا شيء، وهن بحاولوا الاكل لكومبوست يلي هو نحن فينا نستعمله بعدين بالزراعه. هو زارع بالكومبوست، هيدا الشغله زارع بالكومبوست يعني الاجابونتس والالوي والبيبر هو مزرعه. فينا نزرع بالكومبوست لحاله؟ لا لا، قصدي نباتات مثمره يعني. اكيد هذا الهدف يعني. نحن سوري، الفكره هي انه في شغله كثير مهمه. في فيلم فرجاني مره بنيتشر فرجا كيف انه من زمان حتى بالامازون يعني فهموا شغله كثير مهمه، انه على بارض فقيره لما انا برجع بحط الدشه تبع الاكل تبعي بترجع غنيه. فاي اكيد فينا نعمل هذا الشيء يعني، وخاصه للخضره، لانه الاكل تبعنا اصلا ما هو في بقلبه كثير بوتاسيوم، كثير فوسفور، كثير بروتين، كثير ازوت. نحن بنرجع نردهم على الارض. الهدف بس ننتبه يعني انه الكومبوست اللي بنكون عم نعمله، في بعض النباتات بيقولوا مش ضروري يعني، حسب يعني مثلا الجازون، اذا كان في كثير مبيدات وقصينا الجازون وبعدين عملنا كومبوست من هالجازون، فيكون في مبيدات بالكومبوست. بس اون جنرال من اكل البيت وهيك منا كثير شغله خطره، وحتى بنحبذ انه نزرع. بس الشغله انت انه ما لازم نزرع بس بالكومبوست. اكيد، لانه الكومبوست الكومبوست هو لوحده، هو نحن بنسميه سويل اماندمنت يعني، مثل بحسن التربه. بحسن التربه 100%، ما بيقدر يكون هو بديل على التربه لوحده. فبده يكون في تراب، بده يكون في شو النسبه يعني هون؟ تقريبا ما بنحبذ اكثر من الثلث.
ثلث كومبوست. كومبوست 100% اوكي ثلثين تراب ثلث صح كومبوست. مثلا اشخاص اللي عندهم غازون عندهم فواكه صار اوريدي مزروعين بالارض فيهم يحطوا بس كومبوست ليه لانه الارض اصلا موجوده بلا ما نزيد نحن كيماوي عم نزيد كومبوست حلو سو هيدي الفكره تبعه يعني سو نحن ناطرين صوركم مشاهدينا اذا عاملين هيك مشروع صغير ببيتكم على البالكون ولكن اهم شيء تكونوا قاعدين على الساحل بالمدينه مزبوط. على البالكون على الروف بالكاف يعني ببويات ما بيأثر يعني كمان. اهم شيء تبعتوا لنا الصوره والقصه صغيره نحن السبت الجاي رح نعلن اول رابحين رح نعلن اول رابحين واكيد رح نعطي جوائز لها علاقه بالزراعه 100% مارك فهيك الاشخاص اللي بحبوا يمارسوا الزراعه بيستفيدوا من هالجائزه صح هلا رح نفرج صور على شغله ثانيه هلا كثير كمان ترند صايره كثير كبيره بنسميها نحن الهيدروبونكس اللي هو نحن نزرع بالمي بس مش بس يعني حتى العلماء مش متفقين كثير على الاسامي هي الفكره انه ما نزرع بالتربه اذا بدنا نقول فبسموها او هيدروبونيك يعني بالمي او سويلس اجريكلتشر يعني عم نزرع بدون تراب هلا ليه عم نقول هيك لانه فيها تكون مزروعة مثل عم تشوف يعني بس مي بتقطع بقلبهم في يكون لا مثلا في مثل بيرلايت كيس بس فيهم اوقات بتعرفي هول بنحطهم للاوركيدز مثلا خشب او حتى الفيدرجيل مهم ما نكون عم نزرع بالتربه فبعدين ليش هون شو الهدف لانه يعني؟ في عده اهداف هلا بس اقول لك ليه عم نحكي عنها بالحلقه تبعنا كمان لانه في اشخاص فيهم يطبقوها بالمدن يعني حاليا هلا بالمدن صار في جامعات صار في مؤسسات صار في سوبر ماركت بيزرعوا لانه بمدينه مثلا ما عندك ارض كبيره وبيزرعوا فيها مثلا واحده فوق الثانيه بنسميها فيرتيكال فارمينج الهدف منها عده اساس واحده منهم انه نحن اذا عندي كثير من النباتات تبعنا بيموتوا بسبب الامراض الفطريه والحشرات وهيك وبيكونوا بالارض هون اذا انت زرعت بارض معقمه منا موجودة يعني في عندك ماي ما عندك التربة بقى أو حتى البيدرجيل المعقمين بتكون كتير خففت نسبة الأمراض أول شيء تبع التربة الثاني يعني لما تكون أنت بانفيرونمون كنترولي بتصير فيك تتحكمي بالحرارة فيك تحطي لاير فوق لاير فوق لاير وبتبعتي ضوء مثل أشعة الشمس سو بتعلي إنتاجية كتير كبيرة بمطرح صغير وهذا أدابتي للمدن هيدا الفكرة اللي عم تصير موجودة أكثر هلا عندها أفونتاجات كتير بس عندها أكيد ديسافونتاج الكبير هي إنه بتضلها شوي هايلي تكنيكال يعني اللي بده دقه حدا يكون رح فرجي صور شوي اكثر لنفرجي عن شو عم نحكي كيف بتكون الهيدروبونكس يعني مثلا هون مثل ما بتشوفي اذا من دون ما يطلع مثلا بس زيح واحد هون بهي طريقه التريانجل عندنا من هون وعندنا من هون ميلتين ومش بس اذا لحظه فوق بعضهم يعني في عندنا صف بعدين صف كذا صف صح سو هون كمان عم نشوف كيف الهيدروبونكس كمان موجوده هيدي طريقه ثانيه انا ما رح فوت بالديتيلز بس كل وحده منهم يعني هون بس في مي عم تقطع بس في مي عم تقطع بكل هول ما في شيء ومي موقته ولا لا كل الوقت بتضلها جاريه كل الوقت بس اوقات فيهم يوقفوا يعني مثلا هي بتأسي لانه حسب النباتات اذا كان زراع فريز او خس او هيك فيهم يوقفوا بالمي الجاريه المعادي بتكون مي جاريه اكيد مش مي هي اكلينه هيك شوي صغيره مزبوط لانه المي الواقفه بتعمل امراض زيتها أوكي. وزياده بيبعثوا المعادن فيها هيدا الشيء كثير مهم رح كمل بالصور لفرجيكي مثلا بالفريز قد هي هلا ترند كثير كبيره لانه ليك الفريز فينا نحطهم فوق بعضهم وعربيشات فليك هول يعني فينا نستغني عن المبيدات ولا لا؟ هلا عن المبيدات بخفوا كثير لانه طالما انت بهذا المطرح الكنترولي ايه يعني بعيد عن بيئه إيه بس مش يعني جراثيم يمكن 100% بس مش بنلغيهم لانه اصلا هن يعني بدنا نعرف اي متى نعالج يعني هذا الشيء بنسميه نحن انتجريتد باست مانجمنت او وايز اجريكلتشر يعني انت يكون عندك زراعه بطريقه ذكيه بتعالجي لما لازم مش كل وقت لانه ما في امراض التربه سو النسبه كثير بتقل بس في ننتبه كثير منيح على الفكره بالهيدروبونكس مش ما فيها كيماوي لانه بالمي بندوي بكيماوي بس بخف كثير الاستعمال الغير راشد للكيماوي يعني انا لانه بتصير غاليه يزيد كيف ما كان بنفس الوقت البستسايدز كل شيء مبيدات بتصير وقت لازم يعني حلو very nice idea كان بعد في فكرة تانية بنحكي عنها الفكرة تانية بنحكي عنها كنا بس بركي الجمعة الجاية هن الأكوا فارمز أكوا فارمز رح نحكي الفرق بيناتهم مزبوط يعني لأنه نحن نحط هالأسس بالمدينة وأكوا بونكس لأنه كثير عم بزيدوا لكن تالتة جاي يبعثوا لنا صور ناطرين صوركم أكيد على صفحة الفيسبوك رح ناخذ بريك هلا ومكفيين